السلام عليكم ورحمة الله. إجابة على سؤال جاني في التعليقات، كيف نقدر ندير إطار للصورة متاعي هنا في الفوتوشوب بشكل سريع؟ كيف ندير مثلا إطار بالأسود وبأي لون تاني هنا في الفوتوشوب بشكل سريع؟ نجو بشكل اختصار سريع، نجو على اليمين هنا في أول طبقة عندنا اللي هي البيضة، اللي ديما نلقاها بيضة أول طبقة درناها اللي هي في بداية الوحدة، ونضغط عليها ضغطين باليسار أو ندير خيارات ونلقى فوق عند بليندنج أوبجكت اللي هي أول خيار، يا اما نضغط عليه هو يا اما بسرعه نضغط عليه بالزر الايسر عليه مرتين، نضغط عليه بالايسر مرتين تنفتح عندنا النافذه هذه. خلاص نمشوا عند حاجه اسمها شنو، ستروك، هي ستروك في النص. خلاص نجوها ونغيروا ستروك وين، نديروا الاطار اللي هو ما نبوش شي خارجي، يعني نغيروه داخلي، نديروا انسايد، نديروا انسايد اللي هو الداخلي، ها طلع عندنا الاطار، نبغى نكبروه من هنا نبدا نتحكموا فيه. شفت الاطار كيف كبر قاعد، نبغى نغيروا لونه نقدروا عادي، مرات نغيروه حتى جريدنت، احنا نغيروه مدرج، نبوه باي لون تاني، نبوه كلر عادي، نغيروه نختار اللون من هنا بعد تالي، في شي مشكلة ابوك تبي تختار على اللون هذا اللي في الصورة تقدر طول تغير عليه مش يمشي مع الشكل، ونديره اوكي اوكي مرة تانية. اوكي بالشكل هذا بشكل سريع تقدر تدير اطار للصورة.